واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. مسك الختام مع الحضور الراقي والكاريزما، الصوت المميز والاحساس اللي اكثر من رائع، وكل هالمفردات هيك مختزلها باختصار حتى تعرف على ضيفنا الاردني النجم المحبوب محمد القاغ. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صحيح. مشرفنا في برنامج يوم جديد محمد. يعني مثلت نفسك اولا وعائلتك والاردن في واحد من اكثر البرامج الجماهيريه مشاهده على صعيد الوطن العربي، وبالرغم من انك ما وصلت نهائيات، لكن ما شاء الله أخذت شهرة كتير منيحة من خلال ستار أكاديمي. لكن الملفت في محمد أنه أنت ما وقفت عند هالشهرة، يعني يمكن عكس الكتار، بالعكس تعبت وطورت حالك كتير أكتر بعد انتهاء البرنامج. فنحكي بداية عن هالتجربة، شو أضافت لإلك وشو أخذت منك؟ أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا. التجربة اللي خطها بستار أكاديمي كانت فعلا قصيرة، بس قدرت فيها طبعا اكون جمهور الحمد لله رب العالمين. يعني بدي دائما هاي بحكيها، بدي 10 سنين لقدام اني اكونه من دون ما افوت برامج جماهيريه. بالضبط. فالحمد لله، يعني هذا الاشي اللي انا حققته بستار اكاديمي، وهو الإشي الإيجابي الوحيد يمكن بعتبره اللي أخذته من البرنامج. طب الحمد لله. الإصرار اللي هيك يعني كان موجود عندك بعد انتهاء البرنامج حتى تعلم بالفعل بأذهان يعني الكتار على مستوى الوطن العربي، إيش سببه؟ يعني في كتير من الأشخاص يمكن اللي وصلوا للنهائيات وأخذوا اللقب، لكن ما شفنا حضورهم هيك مميز مثل حضورك. شوفي، هلا هي بتعود للشخص، يعني حتى لشخصيته، لكن لا 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 لشو بفكر. يعني انا من النوع اللي كثير مثابر وكثير بحب اتعب حالي، بحب اشتغل على حالي، يعني وعندي طموح يعني مش معقول. يعني طب الحمد لله. يمكن اللي ما بيعرفوا المشاهدين عن محمد القاق انه انت خريج هندسه برمجيات، ما شاء الله عليك، لكن هلا خلاص احترفت الفن وما شاء الله بلبق لك، يعني بالفعل عم تنتقي الاعمال اللي هيك الهادفه والمميزه كمان. مع انه عم نحكي عن الاعمال، لك 4 اغاني في رصيدك، 4 اغاني ما شاء الله. واحده من الاغاني غنيتها مع مجموعه اللي كانت هي عمان. لكن انا حابه الأغنية اللي بالفعل حققت نجاح على مستوى الوطن العربي كله، اللي هي أولك. هالدنيا كذبة. نحكي شوي عن تفاصيلها، وكثير بحب تدخلنا بأجواء الفيديو كليب، لأنه كانت أول تجربة لإلك بالتمثيل إلى جانب الغناء. صح. أولك هالدنيا كذبة كانت هي أول عمل لإلي، وما كان متوقع يعني أنه كمان أعملها. مرة واحدة حكوا معي شركة بلان بي، قالوا لي في أغنية كذا كذا بتلبق لك وبتلبق لصوتك وهيك. ما كنت أعرف أولاً شو كلمات الأغنية، شو كيف بدي يكون توزيعها، كيف بدي يكون الشغل عليها. يعني صح، أول تجربة يعني. أول تجربة. فروحت سمعتها، عجبني لحنها كتير يعني. فخلص حسيت فيها يعني. فعلى طول يعني حسيتها بتشبهني. حسيتها بتشبهني، يعني هي في 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 شيء معين او رساله معينه بحب اوصلها للناس بطريقتي الخاصه يعني، وبنوعيه الاغاني اللي انا عم بغنيها. نعم. فكتير عجبتني، كتير حبيتها. على طول اشتغلناها يعني، ما في يعني حتى شوفي، انا دائما بتعرفي بحس العمل اللي ما بده تفكير بنجح اكثر من العمل اللي بتقعدي بكثير بتفكري فيه. ففعلا هاي الأغنية ما كان نهائيا عم بنفكر في الموضوع انه كيف بدنا نشتغلها، كيف راح نوزعها، كيف راح حتى نطلقها عبر الإذاعات والتلفزيونات وكذا. شغفك بالضبط. بالضبط. خلص، لا بدي أعملها. تمام. الحمد لله عملتها ولقت نجاح كتير كبير بالوطن العربي مش بس بالأردن. حتى قبل الفيديو كليب لقت قبل نجاح. الفيديو كليب. ما نشوفي إذا الأغنية نجحت لازم تصوريها فيديو كليب مشان تكتمل معك الأغنية. فدخلت بعد ما عملتها ستار اكاديمي، وبعد ستار اكاديمي صورتها كليب. برافو. وساهم اكيد في انتشارها باسلوب اكيد. ساهم الحمد لله، ساهم ونعرض على اغلب القنوات العربيه الفضائيه، واخذ نمبر 1 كمان بالتوب هيت. بالتمثيل الفيديو كليب بالنهايه المغني بيمثل كمان اكيد. يعني ممكن نشوف لك. انا بلشت تصوير الكليب من الساعه 6 الصبح وخلص الساعه 4 الصبح ثاني يوم. متواصل. فتمثيليا لا فعلا اول مره باخذ التجربه التمثيليه. يعني حتى انا انصدمت من حالي
قلتها اكثر من مره يعني، انصدمت من حالي بس طلعت على الكاميرا وكيف طريقه تمثيلي وكيف وكيف حتى ملامح وجهي والرياكشنز ولهذا، يعني انا فعلا يعني استغربت من طريقه ادائي يعني حتى كتمثيل بطريقه ايجابيه طبعا طبعا طبعا. لا كثير استغربت يعني حتى ما توقعت انه ممكن يطلع مني هيك شيء، بس الحمد لله يعني طلع متكامل يعني ما شاء الله. بتعرف هاي التفصيله يمكن لكثير من المشاهدين ما بيعرفوها، انه كليب قد ايه كان تقريبا مدته؟ الكليب خمس دقائق بالضبط. دقائق عاده بياخذ 24 ساعه شغل اذا مرات مش اكثر. فيعني بالفعل يعني يعطيك الف عافيه والعمل كان مميز. قبل ما نكمل عن اعمالك الثانيه، متاكده المشاهدين هلا متشوقين يسمعوا صوتك، فنسمع شيء من اولك هالدنيا كذا. اوكي بسمع المايك لو سمحت. أولك هالدني كذبة يمي، ما عدت بصدق هيدي اللي كانت لي ضحكة، صارت ضحكات بتحرق، وعطيتك علي وعدي بعمري قلبك مبخونه يا شوكي بصورة ورده تجرح المعمع عيونه. ما شاء الله، شكرا لك. هلا بعد قولك هالدنيا كذبه كان في يا ريت بعد قولك هالدنيا كذبه كان في ولعت. يا ريت وبعدين ولعت. وهلا اخر شيء مشتاق كثير. قبل شهر نزلت مشتاق كثير. قبل ما نحكي مشتاقين نسمع تفاصيل مشتاق كثير، لكن قبل ما نحكي تقريبا كل اعمالك هيك بنشعر انها كثير قريبه من اللون الرومانسي. هل انت بتحس انه شخصيتك قريبة من هاللون بالزبط، ولا إن شاء الله يعني في طموح تغني ألوان تانية كمان؟ أوكي. سؤالك جميل يعني. أنا بشوف حالي في هاي الأغاني، بشوف حالي في الأغاني اللي كلامها هادف أكثر من كلامها. يعني في أغاني مثلا أنا هلأ بسمعها مثلا بيعملوها فنانين كبار تمام، بس ما بشوف حالي فيها يعني. حتى بستغرب يعني كمان من 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 كلامها، من المضمون، من مضمونها، من 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 فكرتها، من ما يعني ما بحس انه ممكن انا كشخصيا انه اغني هيك نوعيه من الاغاني. لانه بتعرفي هلا نسبه، على فكره في كثير من الناس اللي ما بتهتم على فكره للكلام، ما بتهتم للحن للاسف. صح بالضبط، بتهتم للشغل الدبكات والرأس، وما بتهتم بالنسبه يعني كمان للكلام، للشعر اللي بيكون مكتوب يعني لنص الاغنيه. بتلاقيها خلص بدها تسمع اغنيه بتبسطهم من جوا، بترقصهم تمام، فالاغنيه بتضرب بتكسر الدنيا. صح. بس انا لو مثلا عرض علي اغاني هلا كثير ناجحه بال 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 بالوطن العربي وقدموها لإلي، انا ما برفض اني اغنيها. هذا هو الصح يعني. الاغنيه بالنهايه لازم تحمل مضمون ويكون لها رساله معينه. انا بشوف حالي بال سوري قاطعتك، انا بشوف حالي بالاغاني الهادف اللي بتفوت قلوب العالم. صح. طب احنا على المهم منزلين لك فيديو كليب قولك هالدنيا كذبه بعدين بنكمل الحوار. اللي كان خنت الطريق ضاع الغرام، انت الحنين كل الغرام كنت. نعم بقول لك واحنا عم نتفرج على الفيديو كليب انه بلبق لك التمثيل، فعم بتقول لي انه في مشروع ان شاء الله يعني على مستوى التمثيل. في مشروع ان شاء الله راح يكون بالمملكه العربيه السعوديه. حيكون مسلسل هو من 30 حلقه ان شاء الله على رمضان راح ينزل. هو كان المفروض فكره انه ينزل برمضان، بس ما في وقت للتصوير، ما في وقت يعني. حتى المخرج اللي حكت معي او اللي كاتبه السيناريو يعني حكت لي انه ما في وقت نصور شيء لرمضان، مع انه فكرتها شوي كانت متجهه للناحيه الدينيه. فلا قررنا انه نصور مسلسل بعد بشهر 7 اي ثينك او بشهر 8 بعد رمضان. يعني حلو تتأنى لتجربه اولى، ولا الواحد يستعجل وما يطلعش نفس الكواليتي اللي بدك اياها.
فنان عربي كثير كبير ان شاء الله داخل بهاي التمثيليه ان شاء الله يعني. فان شاء الله يلاقي النجاح، انا متفائل خير يا رب ان شاء الله. كنا عم نحكي عن اللون الرومانسي وقد ايه انت بتميل لإله، بتميل للمضمون الهادف، واحنا نعرف انه يعني بالاردن الاغاني الوطنيه كمان مسموعه جدا. نقول اغاني وطنيه قلنا بالتاكيد عتب على بعض الفنانين اللي بتكون هيك الاغاني تجيشيه نوعا ما، لكن في اغاني يعني بتتغنى بالوطن باسلوب في عشق وغزل كثير حلو. قد ايه انت بعيد عن هذا اللون تحديدا؟ في مشاريع جديده؟ لا انا مش بعيد عن هذا اللون ابدا، انا عم بسمع ومن عده شعراء وملحنين بالاردن منهم الاستاذ ماجد السريقات، طبعا وجه له تحيه. صباح الخير. عم بسمع بس الشيء اللي انا بدي اياه لهلا ما لقيته، عرفتي؟ فعم بحاول ان شاء الله، في عمل رح ينزل على عيد الاستقلال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حيكون حيكون زي ما بدي يعني، زي ما انا شفت واخترت يعني. يا رب ان شاء الله. مشتاق كثير، عمرها شهر هلا ما شاء الله تقريبا. تقريبا شهر شهر ونص ما شاء الله، بس برضه زي هيك بلغتكم انتم او لغه الجمهور ضربت. الحمد لله. الحمد لله. شو بتحكي لنا عنهم؟ مشتاق كثير طبعا، اول عمل كان بيني وبين الاستاذ وائل الشرقاوي، كمان بوجه له تحيه. اول مره بتعامل مع الاستاذ وائل، ورحت عنده على الاستوديو وقتيها وقلت له بدي اغنيه كمان تكون بتحكي عن ال عن 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 الحب. اكيد الحب حلو بحياتي طبعا، والاشتياق والمضمون هذا، عرفتي؟ فحكيت مع وائل بدي فكره 1 2 3، ففشي والله وقتها اسبوع حكى معي حكى لي اغنيتك جاهزه، فرحت بصراحه سمعت الكلام وسمعت اللحن. حسيته انت؟ حسيته انا، حسيته انا، وكمان توزيعها ما كان بالاردن كان بمصر، والحمد لله يعني عم بتلاقي نجاح كثير كبير يعني، ما كنا متوقعين. ولسه عمر الاغنيه شهر زي ما قلت، لسه يعني كمان يعني الحمد لله هلا عم يعني نشحت من هلا، ولسه في قدامها وقت ان شاء الله انه تعمل شيء اكثر. محمد القاق لمين بيشتاق كثير؟ مشتاق كثير لكل جمهوري اللي بحبني، لكل متابعيني، لاي حدا بحبني انا مشتاق. ما شاء الله يعني بهالعمر، ما شاء الله انت لسه في مقتبل العمر، لكن ما شاء الله قدرت تشبك مع سواء موزعين منتجين حتى يعني مش محليين، يعني حتى على مستوى الوطن العربي. يعني يمكن قولك هديني كذبه كان تقريبا من ألفها إلى ياءها، إذا بدنا نقول من ناحية تصوير الفيديو كليب لبنان، ولا عم تقولي مشتاق كثير بمصر. قد ايه صعب إنه عن جد الواحد يقدر يعمل نتوركينج مع أشخاص محترفين وما عندهم أجندات، وبنفس الوقت قد ايه بضيف للفنان إذا الله وفقه ولاقى هالشبكة من المعارف؟ هاي الشغلة حسب ما أنت حسب ما الفنان بده يشتغل لقدام، وحسب طموحه لوين بده يوصل. هاي الشغله بتخليه يعني لو كان الشاعر او الملحن او الموزع بالمريخ بيقدر يوصل له، صح؟ يعني هي بتصفي شغله. الفنان قد ما طمح قد ما سعى قد ما كسب. انا بقول دائما لا يصح الا الصحيح، يعني في ناس سبحان الله بتحظظ معهم، خلينا نحكيها هيك بكل صراحه، وبلاقوا ناس يساعدوهم ويساعدوهم في التنجيم كمان، بس بالنهايه بذره الموهبه الموجوده باي حقل من الحقول الابداعيه يمكن تاخذ وقت اطول، لكن بوصل الشخص. في سؤال بالجاليري، اذا في حدا كمان بالعيله صوته حلو، يعني هل هالصوت الحلو موروث بالجينات؟ أنا والدي كان زمان يعزف عود ويغني. ما شاء الله. وأخوي كمان أحمد عنده صوت كتير حلو، بس اتجه لل 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 للإشي لل 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 لل
بس اتجه شوي دينيا. دينيا للانشاد. للانشاد للاشي الديني. بنحب نستضيفه برمضان اذا ما اكيد طبعا معنا. طبعا اكيد. طب انت ما جربت تعزف يعني؟ انا بعزف على الجيتار. على الجيتار؟ صار خلص مرتي جاي بيكون الجيتار معك. شو الجديد هلا؟ انا ما بعرف، في حدا قال لي انه ممكن يكون لك شيء باللهجه العراقيه، مزبوط؟ اكيد. عندي اغنيه ان شاء الله عراقيه، راح تكون اول مره بغني باللهجه الخليجيه. بصراحة لأنه عندي الأسبوع الجاي سفرة على الإمارات، عندي مجموعة حفلات بالإمارات إن شاء الله. فتخربط شوي معي الموضوع إمتى تنزل الأغنية. لأنه لازم أنزلها وأنا موجود يعني، وأنا طبعًا متفرغ طبعا. أغنية أنا أول مرة راح أغني باللهجة الخليجية، العراقية بالذات. حتكون كلمات الشاعر الكبير ضياء الميالي، ألحان علي بدر، حلو. توزيع عثمان عبود. الأغنية تيم عراقي كامل، اشتغلت معها الأغنية، والحمد لله أسامي كمان معروفة بالوسط. وبتسمعنا إشي هلا؟ لا بكير لا عليها. لا لا هاي لسه بكير عليها. عم بفكر هذا الأسبوع أسجلها إن شاء الله، موفق. وبعد ما أرجع من الإمارات إن شاء الله أنزلها. هل أنت مع المقولة اللي بتقول الفنان حتى يكون شامل لازم يغني أكثر من لون وأكثر من لهجة؟ يعني إحنا شفناك باللهجة البيضة، باللهجة اللبنانية، عم بتقول هلأ في عراقي أو خليجي. أكيد أنا مع إنه 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 الفنان الشامل إنه يغني جميع الألوان. نعم. ما بتركز على لون واحد بس. يغني الوطني، المصري، الخليجي، اللبناني، الانجليش كمان لو بيقدر يتقن الانجليش اكيد كمان لازم يغني. فانا بشوف طبعا الفنان الشامل لازم يغني جميع الالوان. وانا هيني تدريجيا عم بغني جميع الالوان يعني، مش مركز على لون واحد. برافو. بس شو الاشي اللي ما بتساوم عليه ابدا يعني؟ للاسف احنا بنعرف كمان قد الوسط الفني، وخلينا نقول كمان نجم الوسط الاعلامي، مرات في ضغوطات، في مغريات كثيره، بس ايش الاشياء اللي محمد القاق ما بتساوم عليها ابدا، ما بتنازل عنها ابدا يعني، خطوط حمر بالنسبه لك؟ الخطوط الحمر اللي انا ما بتنازل عنها كثيره شكلها. لا ما في شيء معين يعني، ما في شيء معين، نعم. طب يعني بالنسبة لإلك المهم؟ أنا مش فاهم السؤال، مش عارف. بالنسبة لإلك المهم المضمون يكون هدف، يكون في رسالة. بس ما فيش شيء ثاني يعني، ايش الشيء ضد مبادئك أكيد ما بتساوم عليه، صح؟ طبعًا طبعًا طبعًا. يعني إذا مثلا جاني صحفي او كذا فرض علي شيء انا مش حابه، لا اكيد ما راح اعمله. طب يعني احنا باخر دقيقه بس حابين نسمع طموحاتك على الصعيد الفني والشخصي، وتسمعنا شوي يمكن من حلف القمر، لانه يمكن اول اغنيه غنيتها بستار اكاديمي اذا بزبط. فبس قبل، ايش طموحاتك محمد؟ طموحاتي انا كشخص ولا على الصعيد الفني والشخصي؟ على الصعيد الفني طبعا اني اكمل مسيرتي، لانه ما بلشت من فراغ ان شاء الله. والاقي ويكون في دعم اكثر بالنسبه لشركات الانتاج. نعم. لانه هلا شركات الانتاج ما في ابدا، لا بالاردن ولا خارج الاردن. كمان فعم نضطر احنا اللي نتعب على حالنا. نعم. وكنت عم بتقول لي انه حاب تكون مهرجان جراش، ان شاء الله يا رب المسؤولين يسمعوك. للاسف ما ضل معنا وقت نسمع حلف القمر. ان شاء الله في مقابلات اخرى. استمتعنا بوجودك محمد. كل التوفيق لك. اهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا فاصل ثواني من بعده رح نرجع لنا وانا حتى نودعكم، خليكم معنا.